جامد، وعرفت كنت بتلعب في نادي المعادي واشول وعامل شغل جامد جدا. رسالتك لعيب كره يعني لعيبه النادي الاهلي قبل طبعا المعترك الافريقي والمباراه التاريخيه امام نادي الزمالك. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري في فرق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم نديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح. يعني لقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حته، يعني حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي، انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح، ده في وفاة اتعلقت. يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد، ما حدش يستسيء، ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص. احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين، هدوء وتركيز، هدوء وتركيز. مش هنخش، مش هنرد على حد، مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد، لعيبه كجمهور كاداره، لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي، لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي. فباذن الله دي تكون من نصيبهم، وان احنا يعني في ظهر الفريق، مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره، او احنا يعني مستمرين وصاحيين لاي حاجه ان شاء الله. واحنا كنا بنشوف ده بصراحه، شفناه مع كابتن الخطيب في هناك في المغرب، والوداد يعني كان صور اكتر من رائعه، والسبورتنج طالع طبعا باسم مجلس الاداره كله. فده انا بقى يعني بايدك تماما ان ده مهم كمان للعيبه، لان انا كنت لعيب، فبيوصل الاحساس ده، فبيديني نوع من انواع المسؤوليه، وبيديني نوع من انواع الثقه كمان. صحيح. ده مهم جدا. صحيح. جدا. هو بيعمل ده دايما مع الفرقه بصراحه، وانا لامس ده في روحهم يعني. صحيح. ان شاء الله. تقول ايه للعيبه يا كابتن قبل ما اسالك عن دور الاعلام ورسالتك للاعلام؟ انت عايزك تقول لي رسالتك ايه للعيبه وانت قريب منهم اكيد، لا انا ما قريب من فكرهم يعني. لا يعني يعني احنا خلي بالك احنا كلعيبه ما بنبقاش قريبين منهم، لان احنا الفكره بتكلم على الدماغ، انتوا شباب زي بعض. لا هم انا يعني بصي اللي بقوله لك ان هم انا عندي ثقه كامله، ثقه كامله ان هم اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله. يعني انا شايفهم فنيا كواحد بشجع كوره وبلعب كوره شويه على قد يعني. انت كنت لعيب جامد برضه يا دكتور، ما كملتش اللي لعبته بجد كام سنه؟ لا انا اخر مره لعبت لما دخلت المجلس يعني، من ساعتها مش عارف العب حتى مع اصحابي يعني. لا كنت بلعب كده هوايه يعني. تمام. لكن بحب الكوره وبتفرج عليها من زمان. ف اللعيبه يعني. انا شايف ان هم فنيا، مش بقول كده عشان اديهم ثقه، لا هم فنيا شايفهم على مستوى واخلاقيا كمان. قبل النهائي يقول لهم رساله قبل النهائي. ما انا قبل النهائي الرساله اللي بقولها لهم ان هم يكملوا زي ما هم، زي ما قلت من شويه، يبعدوا عن اي مهاترات بتحصل. ما يركزوش في حاجه ثانيه، ما يركزوش الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا، ما يبصوش على السوشيال ميديا. يعني ده اللي بطلبه منهم، ان هم بلاش يبصوا على اي حاجه السوشيال ميديا الاسبوع ده لحد ما نخلص على خير يعني المباراه. بس وباذن الله يعني انا واثق فيهم، يعني واثق باذن الله المجلس الاداره كله واثق فيهم ان هم على قدر الهدف بتاعنا ان شاء الله. طب انت من يومين ما لاحظتش ان احنا كسبنا برضو بطوله على المستوى الاعلامي؟ قناه النادي الاهلي فازت باحسن. ما انا اصلا كنت يعني عايز اهنيكم بالجائزه دي اول ما دخلت، بعدين دخلنا في لا طبعا كلام كبير الكلام. لكن لا بصراحه انا عايز اهنيكم، كويس ان انت كنت اتكلمت في دي، لان انا عايز اقول لكم مبروك على جائزه مهرجان الفضائيات العربيه كافضل قناه رياضيه عربيه. دي حاجه مشرفه جدا في وقت قصير جدا. ده حقيقي. ان انت تطوير القناه ده حصل برضو يعني من ضمن الملف المجموعه الاقتصاديه. مزبوط. ده كان موجود. مزبوط. والتوجيه اللي كان موجود في المجلس اتعمل شغل في شهور قليله رائع في تطوير، وانا عارف انه لازال برضو القائمين على القناه في تطوير اكبر بيحصل. انا عارف ان هم مش ساكتين ومستمر وشغالين، لكن انت طبعا تاخد الجائزه دي في الوقت ده دي حاجه محترمه، لان خلي بالك في النهايه انت القناه برضو ماشيه بسيستم النادي الاهلي. صحيح. بسيستم محترم وبسيستم ما بتطلعش المهاترات، ما بتطلعش الكلام فارغ، ما بتطلعش كلام فاضي، فده اكيد ساعدها برضو ان هي تحسم الجائزه دي يعني. فانا بهنيكوا عليها وببارك لكم عليها وشكرا. عقبال كاس افريقيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعني باذن الله يكون في حاجه تسعد كل جمهور الاهلي وتسعدنا كلنا. أكيد. يعني اخر الشهر. أكيد. يا رب باذن الله. يا رب ان شاء الله.